بسم الله، والصلاة والسلام على نبينا عدنان وعلى آله ومن اتبعه بإحسان. أعزائي طلاب الصف الثالث الابتدائي، معنا اليوم درسا من دروس مادة التوحيد، وهو بالوحدة الرابعة، الدرس الأول بعنوان الإحسان، صفحة 33. يقول في مقدمة الدرس: أبدأ اليوم دراسة الوحدة الثانية وأتعلم فيها الإحسان، وفي هذا الدرس نشاط نسعد بتنفيذه معا بإذن الله مع وافر الحب ابنكم أو ابنتكم. طبعا ابنكم. النشاط الأول: اقرأ مع ابنك القصة الآتية ثم تحاورا في مرتبة الإحسان. أراد ابن عمر رضي الله عنهما أن يختبر راعي غنم، فقال له: بعني شاة. فقال الراعي: إنها ليست لي، إنها لمولاي، أي يعني سيده الذي يملكه. فقال ابن عمر: قل لمولاك أكلها الذئب. قال الراعي: فأين الله؟ فبكى ابن عمر ثم اشتراه فأعتقه وقال: أعتقت هذه الكلمة في الدنيا، وأرجو أن تعتقك في الآخرة. تارينا القصة. أراد ابن عمر رضي الله عنه أن يختبر راعي غنم، فقال له: دعني شاة. فقال الراعي: إنها ليست لي، إنها لمولاي، يعني سيده الذي يملكه. فقال ابن عمر: قل لمولاك أكلها الذئب. قال الراعي: فأين الله؟ فبكى عمر ثم اشتراه فأعتقه وقال: أعتقتك هذه الكلمة، أعتقتك هذه الكلمة في الدنيا، وأرجو أن تعتقك في الآخرة. من هذا الدرس أو من هذه القصة لابد أن نتعلم يا أولاد مراقبة الله سبحانه وتعالى والخشية منه دائما، لأنه هو الذي يرانا في السر وفي العمل. يبقى هنا ما معنى أعتقدك هذه الكلمة؟ أي أن هذه الكلمة التي قلتها وسؤالك لي فأين الله، معناها أنها هي التي أعتقدك في الدنيا، لأنك تراقب الله سبحانه وتعالى في أفعالك وأعمالك. وهذا هو معنى من معاني الإحسان. فيقول: معنى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا معنى الإحسان، ومعنى الإحسان يا أولاد أن تعبد الله، أن تعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة كأنك تراه، كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه سبحانه وتعالى فإنه يراك، فإن لم تكن أنت تراه فإن الله سبحانه وتعالى يراك في السر وفي العلن. الدليل على وجوب الإحسان قوله تعالى: وأحسنوا إلى الله، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أثر الإحسان أن يعظم المسلم الله عز وجل ويعلم أنه مطلع عليه وراه، فيجتهد في طاعته سبحانه ولا يعصيه، ويراقب ربه في كل زمان ومكان وعلى كل حال. إذن أثر الإحسان في نفس المؤمن أن يعظم الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه مطلع عليه، يعلم عند اليقين بأن الله سبحانه وتعالى مطلع وراء عليه ويراه، فيجتهد في طاعته سبحانه، فيجتهد لا يرى الناس وإنما يرى الله سبحانه وتعالى يطلع إليه، فلا بد أن يحسن في طاعته سبحانه وتعالى ولا يعصيه، ويراقب ربه في كل زمان ومكان، ويعلم أن الله رقيب عليه في كل زمان ومكان وعلى كل حال، فيستحي أن يعصاه أو يطيعه طاعة ناقصة. والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، فكيف أكون محسنا؟ كيف أكون محسنا إلى جاري وصديقي؟ إلى جاري وصديقي، أن أكون محسنا إلى جاري، كيف أكون محسنا إلى جاري؟ أحسنتم، أكون محسنا إلى جاري بتبسمك بوجه جاري. يبقى أكون محسنا إلى جاري بأن أهديه ابتسامة رضا، كن محسنا بابتسامك بوجه أخيك. سبحان الذي جعل الابتسامة صدقة،
أن تبتسم في وجه أخيك المسلم فهذه صدقة، فأن تكون محسنا على جارك فأن تبتسم له ابتسامة دشوشة. أما الصديق فأكون محسنا معه بمساعدته في عمل ما، رأيت صديقا لي منشغلا بعمل دين بعمل ما أساعده في هذا العمل ما دام فيه طاعة لله، فإن هذه المساعدة تعتبر إحسانا. لماذا يمتنع الصائم عن الأكل والشرب مع حاجته إليهما وقدرته عليهما؟ لماذا يمتنع الصائم عن الأكل والشرب مع حاجته إليهما وقدرته عليهما؟ لماذا في شهر الصوم شهر رمضان، أنا خلاص على مشاعر شهر رمضان، كل عام حضراتكم طيبين، لماذا يمتنع الصائم عن الأكل والشرب مع حاجته إليهما وقدرته؟ ذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. طيب هل أمتنع عن الأكل والشراب أمام والدي فقط، أمام أقاربي، أمام أصدقائي فقط، ولا في كل وقت؟ لا في كل وقت. لماذا في كل وقت؟ لأن الله سبحانه وتعالى يراك ومطلع عليك، فلا بد أن أجتهد في طاعته سبحانه وتعالى ولا أعصيه. إذن يبقى أمتنع عن الشراب والطعام طاعة لله وامتثالا لأمره، وأن أكون مجتهدا في طاعته فلا أكل أو أشرب أمام أحد ولا في الخفاء. إذن ذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى والعلم بأنه مطلع علينا في جميع أوقاتنا. إضاءة الله يراني فأطيعه ولا أعصيه، الله يراني فأستحي أن أعصيه وأجتهد في طاعته. ثم الأسئلة في التوكلين، ما معنى الإحسان؟ درسنا جميعا وعرفنا معنى الإحسان هو أن نعبد الله فاعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. السؤال الثاني، أما الفراغات بما يناسبها من الكلمات الآتية، لا تخفى يسمعه يراه. ثاني الكلمات، لا تخفى يسمعه يراه. السؤال الأول، أحسن عاصم في صلاته لأنه يعلم أن الله ممتاز يراه، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه. السؤال الثاني، لا يجزم عمر في الحديث لأنه يعلم ممتاز أن الله سبحانه وتعالى يسمعه. والسؤال الثالث، لا يسوق أحمد لأنه يعلم أن الله لا تخفى عليه خافية، لأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية أبدا. إذن كان أحسن عاصم في صلاته لنا يعلم أن الله يراه، لا يكذب عمر في الحديث لأنه يعلم أن الله يسمعه، لا يسرق أحمد لأنه يعلم أن الله لا تخفى عليه خافية. وهكذا يا أولاد قد انتهينا من درسنا اليوم وهو بعنوان الإحسان، علمنا به ما معنى الإحسان وما فرضية ما جعل الإحسان فرضا علينا والإيمان به ركنا من أركانه، وحلينا التدريبات فواجب اليوم وصفحة 36 أرجو حل الواجب وإرساله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.